كشف أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات هيثم أبو سعيد عن وجود تنسيق بين السعودية وإسرائيل في عمليات القصف الجوي على اليمن. أوضح المسؤول الأوروبي أن التنسيق الجوي بين السعودية وإسرائيل في الضربات على اليمن وصل إلى حد الإمداد الجوي على المناطق الحدودية مع اليمن عن طريق الحدود من عسير وخميس مشيط والظهران. أوضح أن التنسيق السعودي الإسرائيلي في الحرب على اليمن يشمل نقل المعدات والمساعدات العسكرية إلى المجموعات المسلحة التي تحارب الجيش اليمني واللجان الشعبية. وجه الشارع اليمني رسائل عدة للغزاة ومرتزقة